بسم الله الرحمن الرحيم. يتضمن الملف الأول مشاكل القياس والعرض المحاسبي بالشركات القابضة والتابعة أو ما يطلق عليه محاسبة السيطرة أو محاسبة الحيازة. بداية لابد من التعريف ما المقصود بمحاسبة السيطرة. السيطرة هي مدى القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة، وذلك الحصول على منفعة من أنشطتها. وعلى هذا يتضح أن هناك شركة تسيطر على شركة بهدف أساسي، وهو التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية لتحقيق منفعة متعلقة بالنشاط الرئيسي للشركة المسيطرة. كما يتضح مما يفترض وجود السيطرة عند تمتلك الشركة القابضة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركات التابعة لها، ما يزيد عن نصف حقوق التسويق بتلك الشركة أو تلك المنشأة. كما يتضح من ذلك أن الشركة القابضة هي من قامت بشراء ما يطلق عليه الشركة التابعة واشترت ما يزيد عن نصف حقوق التصويت، وبالتالي لها أغلبية في التصويت، وبالتالي من حقها التحكم في السياسات المالية والتشغيلية بهدف تحقيق منفعة لنشاطها الرئيسي. الشركة المحاسبية لعملية الاستحواذ أو الحيازة في دفاتر الشركة القابضة فقط يتم إجراء قيد يومية وتعديل الميزانية. أولا، إجراء قيد يومية لإثبات عملية الاستثمار، حيث قامت الشركة القابضة بشراء أكثر من 50% في الشركة التابعة، وعند شراء أو الاستثمار أسلوب الشراء قد يتم نقدا أو عن طريق أسهم جديدة، سواء بقيمة اسمية أو بقيمة أعلى من القيمة الاسمية، فهذا يعتبر وجود علاوة إصدار. ولذلك تقوم الشركة القابضة بفتح حساب استثمارات في الشركة التابعة، ويظهر ضمن أصول الشركة القابضة كما يتضح من الشريحة أمامكم أبناء الأعزاء، وهي إجراء قيد يومية بدفاتر الشركة القابضة لإثبات عملية الشراء، سواء تمت نقدا أو عن طريق إصدار الشركة القابضة لأسهم جديدة بقيمتها الأسمية أو بقيمة أعلى من قيمتها الأسمية علاوة إصدار. بين قوسين، وذلك بفتح حساب الاستثمارات في الشركة التابعة، وهو من ضمن حسابات الأصول في الشركة القابضة. ونتيجة للحدث الأول لابد من تعديل ميزانية الشركة القابضة لأجل ما تعكس تأثير عملية الشراء السابق أو الحيازة. المعالجة المحاسبية لإثبات عملية الاستثمار في دفاتر الشركة القابضة. إذا جميع الإجراءات التي تتم في محاسبة السيطرة تتم في دفاتر الشركة القابضة. عملية الاستثمار هناك ثلاث احتمالات لعملية الشراء. أولا، الشراء النقدي مفتح حساب الاستثمارات من الاستثمارات التابعة للنادي. ثانيا، شراء بإصدار أسهم بالقيمة الإسمية، والذي تقوم بإصدار الأسهم من الشركة القابضة لمساهمين الشركة التابعة ليصبحوا مساهمين في الشركة القابضة من الاستثمارات إلى رأس مال الأسهم العامة. ثالث، شراء إصدار أسهم بأكبر من قيمتها الإسمية، هناك فرق بين ثمن السهم وقيمته الإسمية يطلق عليها علاوة إصدار. أيضا، من حساب الاستثمارات إلى رأس مال الأسهم العادية إلى علاوة إصدار. ففي جميع عمليات الشراء هناك حساب ضمن أصول الشركة القابضة يطلق عليه من حساب الاستثمارات التابع. لو نقدا للنادي، رأس
إصدار أسهم قيمة إسمية فقط إلى رأس المال، إصدار أسهم أكبر إلى رأس المال، والفرق إلى علاوة الإصدار، الفرق بين ثمن الشراء للحساب الاستثمارات والقيمة الإسمية لرأس المال. فدائما أبدا رأس مال الأسهم يكون دائما أبدا بالقيمة الإسمية، وإذا كان هناك فرق بين القيمة الإسمية وثمن الشراء فالفرق يخصص له حساب علاوة الإصدار. حالة عملية لبيان كيفية الشراء والتأثير عملية الشراء على ميزانية الشركة القابضة. حالة عملية، في 1/1/2017 قامت الشركة سين بشراء 100% من الأسهم العادية للشركة ص، وفي ما يلي الميزانية العمومية للشركتين في 1/1/2017 موجود الأصول، موجود الشركة سين، الشركة ص، وكما تعودنا ضمن معايير المحاسبة المصرية الأصول الأعلى والخصوم تحتها. ففي أصول ثابتة، مخزون نقدية، مجموع أصول، الخصوم رأس مال، احتياطيات، التزامات أخرى، مجموع الخصوم. عزيز الطالب، قبل الانتقال لأي خطوة من ضمن الإجابات السليمة التحقق دائما أن مجموع الأصول لابد أن يساوي مجموع الخصوم، هي نقطة مراجعة خاصة عندما تبدأ بالإجابة. والمطلوب إثبات عمليات الاستثمار في تاريخ القيادة في الشركة القابضة سين، وإعداد الميزانية المعدلة للشركة القابضة سين في 1/1/2017 في ظل الاحتمال التالي، وأعطى 3 احتمالات. الاحتمال الأول الشراء مقابل 170 ألف جنيه سددتها الشركة القابضة نقدا. الاحتمال الثاني الشراء مقابل إصدار الشركة القابضة سين 15 ألف سهم بمبلغ 150 ألف جنيه، علما بأن القيمة الإسمية للسهم 10 جنيه. الاحتمال الثالث شراء مقابل إصدار الشركة القابضة سين 15 ألف سهم بمبلغ 155 ألف جنيه، علما بأن القيمة الإسمية للسهم 10 جنيه. 10 جنيه. 3 احتمالات. تمام. الاحتمال الأول شراء مقابل 170 ألف جنيه نقد. جميع هذه الاحتمالات وجميع القيود والمعالجات تتم في شركة القابض، هي الشركة المسيطرة. فإثبات عملية الاستثمار في دفاتر الشركة القابضة يتم فتح حساب جديد تحت مسمى من حساب الاستثمارات بالتبع ص ب 170 ألف جنيه إلى النقدية، لأنها نقصد إلى النقدية بصندوق البنوك 170 ألف جنيه. هذا القيد له تأثير على ميزانية القبضة قبل الشراء، لذلك يجب تعديل ميزانية القبضة قبل الشراء لتعكس أثر عملية الشراء على بنود الميزانية للشركة القابضة. ولذلك المطلوب الثاني إعداد الميزانية المعدلة للشركة القابضة سين ب 1/1/2017 أصول ثابتة مخزون كما في التمرين، وصار حساب جديد يطلق عليه الاستثمارات ضمن الأصول في الشركات التابعة للصاد بثمن الشراء 170 ألف جنيه. ونتيجة ظهور هذا الحساب النقدية في الشركة القابضة انخفضت بمقدار الشراء، فالنقدية كانت في التمرين 200 ألف قبل الشراء وقبل الحياد، تم سداد 170 ألف ثمن الشراء، إذا الباقي في النقدية 30 ألف. جمعنا الأصول 150 وال100 وال170 وال30 مجموعها 450 ألف، ومعنى الخصوم برضه مجموعها 450 ألف. هنا يا عزيز الطالب في التمرين الشامل تستطيع التكملة، ما دام إجمالي الأصول يساوي إجمالي الخصوم فأنت بادئ بداية سليمة. هذه نقطة مراجعة لنفسك، مراجعة لأرقامك، مراجعة لطريقة جمعك، مراجعة للتوجيه بعد ذلك. بالنسبة للاحتمال
الاحتمال الثاني الشراء مقابل إصدار الشركة القاب تسهيل 15,000 سهم بمبلغ 150,000 جنيه، علما بأن القيمة الإسمية للسهم 10 جنيه. عزيزي الطالب، يجب أن تقرأ هذا الاحتمال بتمعن وتركيز أكبر، لأن من أصدر هي الشركة القابضة، أصدرت ب 150,000 جنيه، أصدرت 15,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم 10 جنيه، ما دام ال 15,000 في 10 هي 150، فثمن الشراء هو نفس القيمة الإسمية، وبالتالي لا توجد علاوة إصدار. إثبات عملية الاستثمار من استثمارات إلى رأس المال ب 150,000 جنيه. نتيجة ذلك على ميزانية القبضة قبل العيازة لابد من تعديلها حتى تعكس عملية إصدار سهم القيمة الإسمية. هي نفس الميزانية السابقة من التمرين أو من الحالة التطبيقية. الاختلاف أن حساب الاستثمارات ده ضمن الأصول ب 150,000 جنيه مقابل هناك زيادة في رأس مال الأسهم الشركة القابضة، حيث زادت ب 150,000 جنيه أسهم جديدة أصدرت لمساهمة تبع ليصبحوا مساهمين في القابضة، وعلى ذلك رأس مال الأسهم الشركة القابضة الجديد 250,000 زائد 150,000 400,000 ثم الاحتياطيات والالتزامات وهكذا. قبل أن تنتقل بالتمرين الشامل للخطوة 3 لابد أن تتأكد دائما أن إجمالي الأصول يساوي إجمالي الأصول. هذه نقطة رجوع هامة جدا في أي تمرين شامل. السؤال الأخير، الشراء مقابل إصدار الشركة القابضة س 15,000 سهم بمبلغ 155,000 جنيه، علما بأن القيمة الإسمية للسهم 10 جنيه. إثبات عملية الشراء من استثمارات بثمن الشراء 155,000 إلى رأس المال دائما أبدا بالقيمة الإسمية 15,000 سهم في 10 جنيه 150,000. كيف ذلك؟ إن ثمن الشراء فوق بالمدين ب 155,000 حين رأس المال 150,000، إذا هناك فرق بين ثمن الشراء والقيمة الإسمية للأسهم، رأس مال الأسهم. الفرق 5,000 يمثل علاوة إصدار. فرق بين ثمن الشراء والقيمة الإسمية يمثل علاوة إصدار. نتيجة لهذا التأثير أيضا المعدل. فبنفتح حساب استثمارات بالشركة التابعة صاف ب 155,000 كما صار. ولكن رأس المال بيزيد ب 150,000 وتفتح حساب لعلاوة الإصدار ب 5,000. رأس مال الأسهم 250 القديمة زائد 150 القيمة الإسمية للأسهم المصدرة الجديدة ب 5,000 400,000 جنيه، وعلاوة الإصدار حساب جديد 5,000. وقبل أن ننتقل للخطوة 3 لابد أن نتأكد كما سبق القول والتكرار القول أن إجمالي الأصول لابد أن يساوي إجمالي الأصول للميزانية